شهدت جلسة لمجلس الأمة الكويتي يوم الثلاثاء ملاسنة كلامية حادة بين رئيس المجلس مرزوق الغانم والنائب شعيب المويزري عقب احتجاج النائب على عدم إدراج رسائله على جدول أعمال المجلس، ليتطور الأمر إلى اشتباك كلامي حاد. نتابع. أنا بعرف على أي أساس مكتب المجلس كل ما جت رسالة من شعيب المويزري قال غير دستورية؟ أقول لك أنت، لأنه واضح أن يعني في عندك فهم قاصر بالنسبة للائحة والدستور. كنت أتمنى ما جاوبك لأن هذا بديهي ويفترض أنك أنت نائب سابق وعندك خبرة يعني في الموضوع، مو مكتب المجلس. أنا منفردا لحق أن ما أدرج رسالتك. أنا للأسف يوسفني بأنك أنت تقول في عندك قصور في فهم اللائحة. أنت اقرأ الدستور، أنت ضارب المادة 50 من الدستور ولا تدري عنها. والله أنت ما ضارب المادة 27 من اللائحة الداخلية. ما دمر المجلس إلا أنت. تتكلم باحترام وبتلتزم باللائحة غصبا عليك، وبتنفذ الدستور ومواد الدستور، أما تألف لي مواد من عندك هذه ما تمشي لا عندي ولا عند مكتب المجلس. ترى بنفسك يسوونك ويسوون عشرة من أشكالك. تفضل خالد الدقباسي، لما تكون غير محترم لن تعطى الميكروفون. اقعد 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 اقعد، لا تقعد حلف، اقعد تكلم على قدك، اقعد اقعد اقعد، خلي يحفظونك ويدزونك. اقعد تفضل خلي حفظينك، هذا اللي حفظوك، هذا اللي حفظوك. اعلى ما بخيلك ركبه، اعلى اعلى ما بخيلك ركبه، انت ومعزبك، انت ومعزبك. ثالث مره، انت ومعزبك. تفضل قول حق معزبك ماكو فايده، هالاسلوب ما ينفع معاي. روح. هذه المقاطع من الجلسة سرعان ما تصدرت منصات التواصل في الكويت، حيث انقسم الناس بين منتقدين بشدة لما حصل معتبرينه لا يليق بأن يحدث تحت قبة مجلس الأمة، بينما دافع آخرون عن رئيس المجلس معتبرين أن النائب كان يستحق ردا قاسيا كهذا. الملاسنة في مجلس الأمة الكويتي لم يقتصر النقاش حولها على منصات التواصل بين الكويتيين فقط، بل تعداه إلى أكثر من دولة خليجية وعربية. ففي السعودية جاء اسم رئيس المجلس مرزوق الغانم في قائمة أكثر ما بحث عنه السعوديون على جوجل. نتابع. وللحديث أكثر عن الجدل الذي أثارته الملاسنة الكلامية الحادة في مجلس الأمة الكويتي والتي ليست الأولى من نوعها في المجلس، ننتقل إلى الكويت حيث ينضم إلينا الكاتب الصحفي أحمد المليفي. أهلا فيك معنا أستاذ أحمد، ما رأيك فيما حصل؟ أهلا وسهلا فيكم. على كل حال يعني أنا أقول بغض النظر عن هذا التلاسل الذي حدث بين رئيس المجلس وبين النائب، أنا أقول أن بالنهاية المجلس هو مرآة للمجتمع ويعكسه كما المجتمع يعكس يعني وجهه داخل المجلس، ولذلك نحن أنا أعتقد أنه قد جنى على الكويت قضية التجنيس وجنى على الكويت قضية تدمير المجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده، وهذه الديمقراطية المزيفة التي نرقص ونتراقص عليها نظن أنها يعني شيء نفتخر فيه، أنا أعتقد أنه شيء يعني أساء للكويت كثيرا، بل وأساء للشعب الكويتي وللكويت، ولم يحقق طموح الكويتي ولا الكويتيين، بل هم الخسرانين الأعظم. وأنا لما أقول الكويتيين خسرانين أعظم أنا أقصد هؤلاء الكويتيين الذين لا يمثلون هذه الكتل
المجلس اليوم يمثل كتل، يمثل يعني شريحة من الأحزاب وشريحة من التيارات وشريحة من يعني المجاميع، وآخر شيء يعني يكون اهتمام هذا العضو هو الكويت والكويتي. ولذلك نحن يعني اليوم بدأنا نقترب من النموذج اللبناني، كيف هو منقسم وكيف الشمال والشيء والجنوب شيء والفئة الفلانية شيء. نحن بدأنا نقترب من هذا المثال البشع. وآخر ما يكون يعني هم هذا المجلس هو المواطن الكويتي والكويت، بل والفساد جاء من المجلس ومن يعني النواب، والسرقات والتزوير والقبيضة وما أدراك وما يعني القبيضة، وكثيرة قضايا لا أدي إلى أين. بس أستاذ أحمد يعني أنت في كلامك الآن أما أنا نضع حدا لهذا؟ نعم، بس أنت في كلامك الآن أشعرتني أنه كل أعضاء المجلس بهذه الطريقة، يعني مش معقول أنه كل هذا المجلس المنتخب يعاني من هذه المشاكل كلها اللي أنت ذكرتها، كان في تعميم في كلامك، هذا قصدي. على كل حال أنا لا يعني ليس بالضرورة أن يكون هذا هو معمم على الجميع، ولكن هذه حالات تتكرر كثيرا وليس قليلا. ونحن اليوم لسنا بصدد يعني هذه كما يقال هذا الاحتكاك وهذا التلاسن، نحن هذا لا يعنينا كثيرا، يعني بقدر ما يعنينا ماذا جنينا من المجلس. يعني سيدتي الكريمة ومستمعي الكريم ومشاهدي الكريم، أينما كنت في الدول العربية والدول الخليجية، أنا أقول يعني هذه قضية اليوم يوميا نطرق نحن ناقوس الخطر، أين سنذهب؟ يعني نحن نتعلق بوهم، نتعلق أن هذا المجلس هو من يرفعنا إلى الدرجات العليا ويجعلنا في مصاف الدول المتطورة، وهذا كذب. اليوم هذه دبي حوالينا، هذه السعودية ليس عندهم مجلس، ولكنهم تطوروا وسبقونا بمسافات طويلة وبعيدة، بل يعني وإنجازاتهم الكل يشهد لها. لذلك إذا كان المجلس سيجعلنا نتأخر ويجعلنا نتقهقر ويجعل الفساد مقنن، اليوم المجلس همه العظم كيف يجنس بالسنة 4000، ماذا أستفيد بالله عليكم أنا أن يجنس لي 4000 سوري وعراقي وإيراني وإلى آخره؟ ماذا يعني ماذا سيدعم الكويت في هذه القضية؟ اليوم للأسف نحن بلد يعني بدأنا نشعر نحن مختطفين في بلدنا. طيب، من هذا المجلس هل المختطف تشعر؟ الذي أصلا نصله مجنس حتى. نعم، إيش هو إيش عفوا آخر جملة بس قلتها؟ يعني أنا أقول هو نفسه نصفه مجنس هذا المجلس أعضائه، يعني طالما حصلوا على الجنسية يعني بطريقة قانونية فيعني ما نستطيع الحديث عن هذا الموضوع. لكن على العموم لا نستطيع لأن لأنهم هم من شرعوا، للأسف يعني شرعوا هذه القوانين، صاروا الآن هم من يحكمون يعني البلاد والعباد، هم من يشرعون لنا، يعني صرنا نحن الأجانب ونحن الأغراب، نحن صرنا أغراب في وطننا، هذه الحقيقة. نعم، لكن يعني هم حصلوا على هذه الجنسية بطريقة قانونية، فمشاركتهم قانونية يعني سواء في المجلس بسبب هذه الديمقراطية البشعة. طيب، بسبب هذه الديمقراطية التي نظنها أنها نعم تطور، هذا ما هو لكنها في الحقيقة نعم تخلف. إيه، هذا مو موضوعنا. بس أستاذ أحمد أنا كنت حابة أسألك إنه هل تعتقد إنه كون الجلسات مسجلة وكونها بتنتشر على مواقع التواصل، هل هذا بيزيد من موضوع التلاسن أو المشاجرات؟ طبعا أكيد الجماعة يعني لو ما فيها المسرحية ولو ما فيها الإرسال المباشر، والله أنا أبصم إنه ما رح نسمع عنهم يمكن سنة كاملة ما ندري حتى أسمهم ما نعرفها. اليوم العملية عملية يعني فرد عضلات ومسرحيات، والكل يريد أن يظهر بالكاميرا أمام الجمهور وكأنه لاعب كرة قدم. اليوم واضح إن العملية هي عبارة عن يعني كلها تسجيل مواقف بمعنى أصح، هي يعني شو، هذا هو ما يحدث في مجلس الأمة. نعم، نحن بنشكرك على هذه المداخلة، كان معنا من الكويت الكاتب الصحفي أحمد المليفي، شكرا لك.